نعم، في بريطانيا هنا ينظر الخبراء أن تفشي متحور أوميكرون وأن يكون هو المتحور المسيطر عوضا عن متحور دلتا، بحسب بعض الخبراء بأنه أقل فتكا بالأرواح، ولذلك هناك ربما ارتياح لدى بعض الأوساط الصحية من أن متحور أوميكرون هو الذي بات متفشيا في جميع أنحاء البلاد هنا في المملكة المتحدة، يقلل من عدد الوفيات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا عدد الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات التي تواجه ضغطا كبيرا، ليس فقط بسبب عدد الإصابات الكبير نسبيا وليس بالحجم الذي يمكن أن يشكل حالة طوارئ على الأطقم الطبية، ولكن بسبب غياب الأطقم الطبية بسبب إصابتها بفيروس كورونا. هنا ربما خطوة متقدمة أكثر في المملكة المتحدة عن باقي الدول الأوروبية فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون، فهو الذي بات مسيطرا في المملكة المتحدة. يمكن النظر إلى أسباب ذلك التي تعود أن بريطانيا تأخرت كثيرا، وعندما فرضت بعض القيود في الحياة العامة في المملكة المتحدة لم تفرضها بشكل مشدد كما حصل في بعض الدول الأوروبية التي أعلنت إغلاقا تاما لمدة 3 أسابيع على الأقل في عدد من الدول الأوروبية. المملكة المتحدة تستبعد هذا الخيار وتتجه نحو أن يكون هناك فتحا لهذه البلاد، وسيكون إعادة تقييم في يوم 26 من يناير الجاري للحالة الوبائية، ولكن هناك ارتياح فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون عوضا عن متحور دلتا الفتاك. هل هو نفس الانطباع عز في باريس، هذا الارتياح الذي تحدث عنه جياب يعني انتشار أوميكرون بدل دلتا؟ نعم، لأن الدخول إلى أقسام العناية المشددة في المستشفيات هو أقل من المتحورات الأخرى، وبالتالي هناك نوع من التعامل باسترخاء أكبر من الموجات الماضية في فرنسا. الخبر ربما له شقان أو وجهان، الشق الأول مريح كما ذكرنا وكما ذكر جياب من لندن، ولكن النقطة الثانية هي أن المتحورات الجديدة أوميكرون وربما المتحورات التي يبدو بأنها تظهر الآن وهي قيد الدراسة في منظمة الصحة العالمية هي تصيب الأشخاص رغم أنهم قد أخذوا التطعيم أو حتى أصيبوا بكورونا، وبالتالي هذا أيضا يجعل مسألة السيطرة على الوباء صعبة جدا. الحكومة الفرنسية تتجه نحو التطعيم بجرعة رابعة، وهذا الموضوع أيضا يقسم الفرنسيين، خاصة أن منهم من يعترض على ما يصفه بإجبارية التلقيح ويقول بأن بلد الحريات لا يمكن أن يفرض على مواطنيها التلقيح، لكن الموضوع يدرس اليوم في مجلس الشيوخ الفرنسي لجعل شهادة التطعيم إجبارية للدخول إلى الأماكن العامة المغلقة. شكرا لك عز غريبي في باريس، كما أشكر أيضا جياب أبو صفية في لندن.